عشان نعمل كيرف سبي او ريفيرس كيرف، اول حاجة نتأكد من الارش كوردينيشن، بعد كده هنعلم بالقلم مكان الكناين هنا وهنا. الطريقة الاولانية ان احنا نستخدم ايدينا ونزود الكيرف الطريقة دي، من بعد من اول الكناين احنا راجعين لورا، او كان نستخدم القطنة دي كده او اي قطنة نلفها على ايدينا، بعدين نضغط عشان ما يحصلش بند في الواير، ده الكيرف اهو. ممكن نستخدم الطريقة التانية بدي الهورز بلاير، نستخدمه بالطريقة دي كده من بعد العلامة برضو، نبدأ نعمل الكيرف ضغطات بسيطة كده على طول الواير، لكن ما نعملش بند، لو حصل نرجعها تاني. ونتأكد ان الناحيتين بارالل لبعض زي كده، بنبص على الواير من قدام كناين تو كناين ونخليهم بارالل لبعض لان الجزء ده احنا ما غيرناهوش، وبعدين نبدأ نبص ورا نشوف هل في اختلاف بين البكر سيجمنت في الناحيتين ولا لا، لو في اختلاف نعدله، لان لو في اختلاف بين الناحيتين ده ممكن يعمل كانت في الاوكلوزال بلين. ممكن نستخدم جلاس سلاب ومسطرة بالطريقة دي كده، نتأكد من عمق الكيرف تقريبا المفروض يبقى من 3 لـ 4 ملي، ده كده 4 ملي. نبدأ نركب الواير في المولر باند، هنشوف الاكتيفيشن، هنلاحظ الفورس تقريبا حدود 75 جرام. نركب الواير على البري مولر والكناين وبعدين الانتيرو تيث، هنعمل هلايجيشن كويس. طبعا اللي بيحصل هي اسهل حاجة الاكستروجن للبري مولرز، البروكلينيشن للانتيرو تيث، للسلتيمينج او ابرايتنج للمولر. طبعا لو احنا عاملين بوند للسيفن الليفلنج للكيرف سبي بيبقى اسهل بكتير. الواير التي ام اي برضه بنفس الطريقة. الميزة في الواير التي ام اي ان احنا ممكن نعمل فينشنج بينز مع الليفلنج وكنترول التورك بنفس الواير، بعكس ما هنستخدم مثلا 18 ستال ستيل مش هنعرف نتحكم في التورك، ولو استخدمنا 1725 هتبقى الفورس عالية على التيث، لكن لو استخدمنا تي ام اي 1925 ممكن تعمل اكتيفيشن اكبر من الستال ستيل واير، فتفضل فورس لو كونتينوس لفتره اطول على التيث، وفورس ليفل بيولوجيكال واقل من الستال ستيل. نيجي نشوف الناحيتين قدام بعض كده، نظبطها من الكناين الاول وبعدين نشوف البكر سيجمنت، هنلاقي ان هما مختلفين. هنشوف انهي ناحيه هي اللي عايزه تظبط، الناحيه البعيده دي عايزه تزيد شويه، لما نرجعها تاني ونشوف هنلاقيهم بقوا بارلل لبعض. نيجي الواير النايتاي، لو عملنا الطريقة دي أو حتى لفينا الواير بشكل كامل كده هتلاقيه الفورمابيليتي بتاعته قليلة جدا. فبنعمل ايه؟ هنمسك الواير من السنتر كده وبعدين نشوف الكونكافيتي، بعدين نسحب الواير بالشكل ده، أو حتى بالأرتيدي فورسيبس بالشكل ده كده. نحاول نتأكد برضو من الطرفين زي بعض، وكده بقى عندنا ريفيرس كيرف سبي نايت اي روكينج واير هاند ميد من غير ما تشتري مخصوص، لكن بيعيبه التورك كنترول بيبقى اقل بكتير، بيبقى الواير اكسباندد في البري مولر اريا هيكون لابسد في المولر. ممكن نوسعه شويه من المولر اريا، هنا الاكتيفيشن ممكن يبقى عالي بالشكل ده كده. في حالات 3 بوينت لاندنج ان احنا عايزين نحافظ على الكيرف سبي ونصلحه سيرجيكالي، يتصلح بالبون مش بالدنتال موفمنت، فبنحافظ على الكيرف سبي بالطريقه دي. لكن لو استخدمناه في الليفلنج، ركب الواير في المولر باند، الاكتيفيشن 8 مللي تقريبا، نبدا نشوف الاكتيفيشن، لاحظنا تقريبا في حدود 25 جرام.